لأول مرة في مصر والوطن العربي القادرون باختلاف داخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة قادرون باختلاف مع الروائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو أولادنا قادرون باختلاف ومشاهدينا الكرام في مصر والعالم العربي. أعلن اليوم انطلاق موسم جديد من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة قادرون باختلاف يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثاني من العباقرة قادرون باختلاف، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو اللاعب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة قادرون باختلاف حتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. العباقرة قادرون باختلاف فعلا بيبقى أجمل موسم. رسالة عظيمة مؤمن إنها هتفضل من أهم الرسائل على مدار تاريخ البرنامج. موسم قادرون باختلاف موسم استثنائي بالرغم من إيماننا بالدمج، ولكن كان ضروري جدا إننا نسلط الضوء مرة تانية على هذا الملف الإنساني الهام واللي بيمس كل أسرة مصرية. إحنا أكيد محتاجين نساند ونساعد ولادنا، نتعرف عليهم عن قرب، نفتخر بيهم، نبقى جزء من أحلامهم ونؤمن بطموحاتهم، نسمع مشاكلهم ونفكر سوا كمجتمع مصري وعربي حضور ومشاهدين إزاي نقدر نساعدهم ونفرحهم. أولادنا العباقرة قادرون باختلاف. استوديو وحش جدا، مبسوطة ان انا رجعت تاني. برنامج العباقرة حسيت ان هو ادينا فرصة احنا يعني ذو همم ان احنا يبقى صوتنا مسموع، ناس شافتنا في التلفزيون، عرفت ان احنا عندنا قدرات مختلفة غير اللي هما بيقدروا يقدموها برضو. يعني ما فيش حاجة صعبة عليا، انا قد التحدي. برنامج العباقرة دخل قلب العالم كله. قلب عباقرة، احنا كلنا لو في جنبك عصام يوسف. لما خدت تجربة العباقرة اول مرة حبيت ان انا اخد التجربة تاني. يكفي ان الاستاذ عصام تذكر هذه الفئة الممتازة. ده طبعا بيفرق معنا ان احنا نخش في مسابقات ونخش في انشطة جديدة، الناس بتبدأ تشوفنا بنظرة تانية بنظرة مختلفة. نفسي اشترك بعباقرة واخد كاس. انا مبسوطة موجودة معاكم، وانا بحبكم جدا قوي. الجو رجع تاني، عايزين نعمل بقى أداءات أحسن كمان من السيزون اللي فات. جيت وحبيت أشارك في الموسم الثاني من قدرون باختلاف. أنا بحب منك العباقرية أدون كيتا كيتا كيتا. أسعد ممامك، وده الشرف بكبير أوي أوي أكون معاكم. وحشني عصام يوسف. كما إيحا. نفسي أشيل كاس من كوس العباقرة. طبعاً أنا بشكر البنك الأهلي المصري من سيزون 1، آمن بينا وآمن بأن احنا ممكن نحقق إنجازات ونكسب، فعشان كده قرر لنا التجربة بسيزون 2، فبشكره جداً طبعاً. احنا عايزين كاس بنك الأهلي المصري. أنا قلبي ما استريحكم. أنا بحب أتعب وزف. يا رب خش كنا. باي.
البنك الأهلي المصري شركنا الاستراتيجي الآمن بمشروع العبقرة من أول يوم ما زال مستمر في دعم أهل مصر. الدور الأدبي والمعنوي والنفسي قبل المادي اللي بيقدمه البنك الأهلي المصري لقادرون باختلاف أثبت قوة وصلابة هذا الصرح العظيم. كل الشكر والتقدير والاحترام للبنك الأهلي المصري على رسالته الإنسانية المستمرة اللي بيقدمها لأهلنا في بلدنا الحبيبة مصر. وأحب كمان أشكر وزارة التضامن الاجتماعي على تعاونها معنا خلال هذا الموسم، دايماً بيدعمونا ودايماً بيدعموا ولادنا. نشكر كلنا وزارة التضامن الاجتماعي. قبل بداية الموسم احتفلنا سوا في استوديو العباقرة بانطلاق الموسم الثاني للعباقرة قادرون باختلاف، وحنلعب كالعادة بنظام المجموعات، وتمت القرعة بين 16 فريق من محافظات مصرية مختلفة. تعالوا نتعرف على قرعة الموسم الثاني للعباقرة قادرون باختلاف ونشوف ايه اللي حصل في القرعة الصعبة دي. جاهز؟ جاهز. بعد النجاح الواضح الذي حققه الموسم الأول من العباقرة قادرون باختلاف، مش ممكن أعلن الروائي عصام يوسف قرعة الموسم 29 من برنامج العباقرة والثاني من العباقرة قادرون باختلاف بين المتقدمين لهذا الموسم. الموسم الأول كان أجمل موسم للعباقرة على الإطلاق. التجربة كانت جميلة مع إن إحنا كنا خايفين منها جداً، ولكن كانت متعبة وفي نفس الوقت كانت أجمل ما يكون. في ناس جايين من محافظات بعيدة جداً وبتعمل مجهود غير عادي. الناس دي إحنا مقدرين مجهودها وبنحترمه جداً، وبإذن الله الموسم ده أنتوا تستمتعوا معانا زي ما استمتعنا بالموسم الأولاني وأكتر كمان. هنتعب مع بعض. أيوة يا عطية، هنتعب مع بعض. إحنا في الآخر بقينا عيلة، ما أنتوا عارفين أي حد بيقعد على الكرسي ده بيبقى واحد من العيلة. تمت القرعة بين أكتر من 80 متسابق وتم توزيعهم على 16 فريق. بنقسم 16 فريق بالتصنيف الأول والتصنيف الثاني والتصنيف الثالث والرابع والمدير الفني. ما بيبقاش لينا أي يد في اختيار الفرق. احنا مش جايين نشوف مين أقوى وأحسن فريق، احنا جايين نشوف هنستمتع مع بعض ازاي. مين هيكسب هنقوله مبروك، مين مش هيكسب هنقوله هارد لك. فاحنا كل حاجة هنعرفها ونكتشفها مع بعض دلوقتي. هنبتدي القرعة بتاعتنا ونشوف هي هتمشي ازاي. قلقان؟ أنا مش قلقان. هنشوف. وتكرارا لنجاح أبناء العباقرة في قيادة الفرق المشاركة، بيتم اختيار مدير فني لكل فريق الذي أثبت الموسم الأول مدى أهمية وجودهم مع كل فريق على مدار البطولة. العباقرة هي بداية النقلة المعلوماتية اللي عندي دراسياً. بعد ما وفرت لي المنحة لجامعة النيل اتغيرت حياتي 180 درجة. بقيت حس ان انا عندي واجب اتجاه العباقرة، ان انا عايز اخش قادرون باختلاف كمدير فني علشان اساعد زمايلنا اللي عندهم قدرات غير عادية ان هم يطوروا من نفسهم ويقولوا ان هم قد اي حاجة. تجربة جديدة بالنسبة لي، أول مرة أخدها، وعشان كمان هتعامل مع زملاء جداد واكيد هتعلم منهم وهعلمهم، فإن شاء الله يبقى موسم جميل ونقدر نتعلم فيه كلنا. حبيت إن أشارك في الموسم الثاني من قادرون باختلاف علشان أكون جزء من التجربة اللي ألهمت كتير من أبناء الشعب المصري إن هم يتحدوا الصعاب والعوائق اللي بتقف قدامهم. وسعيد بالوجود في وسط إخواتي الصغيرين وزملائي اللي هيكونوا معايا، المديرين الفنيين واللاعبين، وأنقل لهم الخبرات السابقة ليا في التدريب. شباب جميل جدا، وأحب إن أنا أكون معاهم ومتواجدة معاهم. بتمنى إن أنا أدي في الموسم دوت مع التيم بتاعي، وإن شاء الله بإذن الله أستمتع أنا كمان وأتعلم منهم خبرات كتير منهم، لأن هم فعلا جديرين بالثقة دي.
البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر ما زال مستمر في دعم أولادنا القادرون باختلاف. بنك الأهلي النهاردة مركز معنا أكتر. بنك الأهلي المصري النهاردة هيساعدنا في التحركات بطريقة أفضل. الموسم ده هيبقى موسم حلو بإذن الله، هنستمتع بيه كلنا، هنكمل في إن احنا ننقل أحلامكم للشعب المصري وللوطن العربي، هنتمنى إن احنا نقدر نحقق جزء منها ولو صغير، وانتوا بإذن الله هتساعدونا وبإذن الله هتستمتعوا معانا. العباقرة قادرون باختلاف، لا إعاقة لكل صاحب إرادة. المجموعة الأولى بتضم أربع فرق: الصمبا، الحريفة، السندباد، وهتلر. المجموعة الثانية: الملوك، البحارة، الفنار، حمورابي. المجموعة الثالثة: العراب، الهنود الحمر، بيكاسو، والهكسوس. المجموعة الرابعة والأخيرة: أبو الهول، الطواحين، التعالب، وفريق الساعة. النهاردة عندنا أول مباراة في المجموعة الرابعة، وأول فريق مشرفنا في الاستوديو خلال التصفيات حصلوا على 595 نقطة إجابات صحيحة. نحيي كلنا فريق التعالب. المشاركة دي التانية ليا، وصلت مع فريقي لقبل النهائي ولعبت في حلقة البيست بلاير، وإن شاء الله ربنا يوفقني السنة دي ووصل بفريقي للنهائي بإذن الله. أنا سعيد جدا إن أنا عديت من مرحلة التصفيات وإن أنا شارك في برنامج العباقرة، وإن شاء الله أتعد فريق. شاركت في أول موسم للقادرون باختلاف، وصلنا نص النهائي مع فريق المغامرون. جمعت معلومات بمساعدة دكتور أسامة البديل المدير الفني وباستعانة ببعض المصادر على الإنترنت، وإن شاء الله هدفنا نرجع بالكأس الموسم ده. أنا سعيد إن أنا مشارك معاكم في برنامج العباقرة ومسابقاته. ممكن ما كنتش سامع بس مخي ذكي، وممكن ما كنتش شايف بس سمعي أقوى. أنا ما أشكر الله بقرة من العواصف، أنا شارك اللي قبل كل أسئلة. فريق تعالب، الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. أخباركم إيه؟ الحمد لله. كله كويس؟ تمام. إزيك يا إيمان؟ الحمد لله. تابعت القرعة؟ لقيت احمد بيكلمني في يوم، احمد جوزك، بيقول لي استعد للكلاسيكو. قلت له كلاسيكو مين؟ الدوري الاسباني خلص. قال لي لا، ده انا وايمان ضد بعض في موسم واحد. هو فين؟ في البيت قاعد بيستعد لك. احكي لي الموسم اللي فات يمثل لك ايه؟ بيمثل لي حاجات كتير، ان الى حد ما بدات ثقافه الناس فعلا تتغير زي ما كانت دي رسالتي في السيزون الاول، واتشهرنا. يعني ايه الفكر اتغير؟ اشرح لنا اكتر. الفكر اتغير لان كان في ناس فاكره ان ذوي الاحتياجات الخاصه عايشين كده وبس، هم مجرد اله بس بتتعلم الفتره الدراسيه بتاعتها وبتخلص وبتشتغل في اي حاجه 5% وخلاص وقاعده، لكن ما عندهاش فكر ثقافي او فكر علمي. فالبرنامج فعلا اظهرنا بصوره ان احنا فعلا مثقفين وقد المسؤوليه في كل واحد في مجاله. يعني بعدين انت عندك حاجه مش عند ملايين المصريين، انت حافظه القران بالكامل. الحمد لله. 5 على الجمهوريه في 2012 في عالية القراءه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الموسم اللي فات كنت مع فريق إكسبرس ولعبتي على لقب أفضل لاعب، وده مش سهل. وصلت لقبل النهائي. برافو عليكي. محمد علي، محمد علي باشا، اللقب ده عمل معاك إيه؟ اللقب ده شهرني على كل الصباحات، بالذات في موسم الأصحاب، وكان كل ما حد يقابلنا يقول لنا محمد علي باشا ده طلع في البرنامج إنه ما يسوق ده الذهنية، ومعاك منافس ليك زميلك اسمه أيمن. فالناس عرفتني باللقب ده من ساعتها، يعني حتى في الشغل خلاص ده لقبك، خلاص ما حدش ياخده مني. هو عرفوني برسمي يعني في الشغل. محمد علي باشا كمان، هو كمان حافظ القرآن كله. الحمد لله ما شاء الله. انتوا مش زوي
احتياجات خاصة، انتوا ذوي إرادة، قدرات خاصة. عشان بس الناس تبقى فاهمة معنى الكلام. صح. محمد علي باشا شاركت مع فريق المغامرون. كان المدير الفني عمرو النويه. طبعا. النهاردة أسامة البداوي. بس عمرو جدع برضو، عنده ولاء، جه مع أسامة. يا أخي أنا بحب عيلة نويه الحقيقة. محمود جمال وصلاح الدين برحب بيكم، وحنتكلم مع بعض وسط الحلقة دي والحلقات اللي جاية. نحيي كلنا فريق التعالب. طبعا فريق التعالب بيضم كمان محمود خالد. محمود خالد ازيك؟ ازيك يا محمود؟ سهل. عامل ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. مبسوط بالاشتراك؟ ايوه. عجبك الاستوديو؟ ايوه. قول لي المدير الفني عامل معاك ايه؟ اسامه عامل معاك ايه؟ لا لا مش عايز حاجه. كويس؟ كويس. بتحب اسامه؟ ايوه. مدير فني شاطر عشان تبقى عارف. ايوه. كسب الكاس مرتين، الموسم الثاني والموسم الثالث، هو وعمر النويهي. ربنا يوفقهم هما الاثنين. ما بيهزرش، واسلام كمان طبعا. وايمان وايمان، فريق قوي، فريق تقيل. فالنهارده مدير فني نشوف هيعمل ايه. ازيك يا اسامه؟ الله يسلمك. ايه يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ والله زمان ليك وحشة. الحمد لله. الاستوديو كان وحشني جدا بصراحه. بس انت خسيت. الشغل في المستشفى والشفتات بقى والصهر نبطشيات. بالظبط. قول لي اخبار فريق التعالب ايه؟ والحمد لله بصراحه انا محظوظ ان انا معايا اتنين كانوا شاركوا قبل كده، وصلوا نص نهائي. بس هم تعالب فعلا؟ والله هنشوف بقى في الحلقه ان شاء الله. هيبان. هيبان. دكتور اسامه البديوي برحب بيك وبشكرك كمدير فني لفريق التعالب، وبتمنى لك كل التوفيق. نحيي كلنا فريق التعالب. اما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو تالق غير عادي، اعلى سكور في التصفيات 700 نقطه اجابات صحيحه. نحيي كلنا فريق الساعه. بداية خالص برنامج العباقرة لما ظهر بصراحة يعني فكرنا بأيام إن إحنا يبقى عندنا توكشو أو برامج فعلا مفيدة للمجتمع. جه حظي في الموسم ده اللي هو موسم قادرون باختلاف، فقلت أجرب. من بداية انطلاق العباقرة وكان نفسي أشارك فيها، والحمد لله ليا الشرف إن أنا أشارك في الموسم الثاني. المدير الفني وقف معانا كتير وكان بينبهنا للنقط اللي نركز عليها وإن إحنا نزود معلوماتنا فيها، وبإذن الله أوصل النهائي أنا وزملائي. كنت سعيدة جداً لما قالوا لي إن إحنا يعني في فرصة علشان أقدر أشارك السنة دي. أتمنى لفريقي طبعاً كل التوفيق، وأتمنى إن إحنا نوصل للكاس، وأتمنى طبعاً إن حد من فريقنا يشارك في أحسن لاعب. كان ليا شرف كبير جداً إن أنا أشارك ضمن فريق السباع في الموسم الأول العباقرة قادرون باختلاف. إن شاء الله في الموسم ده نقدر نحقق مناسب متقدمة ونوصل للنهائي، وإن شاء الله نكون مستعدين أكتر مع فريق الساعة موسم الثاني للعباقرة قادرون باختلاف. المرة اللي فاتت ما حالفناش الحظ وطلعنا من دور 16، ودلوقتي أنا جيت تاني وحط عيني على الكاف. أنا متحدى أي فرق تانية إلا فرقتي، إحنا العباقرة. فريق الساعة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله عملتوا تصفيات هايله. الحمد لله. كفريق اعلى سكور في البطوله 700 نقطه. الحمد لله. وده مش سهل. الحمد لله. مصطفى طه بتشارك تاني. احكي لي، مبسوط؟ مبسوط جدا. الموسم اللي فات كان بالنسبه لك ايه؟ هو الصراحه كانت تجربه جديده، واكتسبت منها ثقه بالنفس، واتعرفت على زملاء كويسين، واتعرفت على حضرتك، و كنت مبسوط جدا. فهي ادتني ثقة بالنفس عن الاول، واكتسبت معلومات جديده. لا وحسنت من نفسك. يعني في التصفيات انت جبت كل الاجابات الصحيحه دي ازاي؟ يعني واضح ان انت استعديت. الحمد لله. فكنت مستني بقالي فتره الموسم الثاني لما يفتح، فاول ما فتح الحمد لله اللي انا قدمت يعني واتقبلت، فدي تاني فرصه عظيمه ليا يعني. الحمد لله مبسوط فيها. حلو جدا. عبلة، خالد ورضا برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض في الحلقة دي والحلقات اللي جاية إن شاء الله. ولكن عايز أقول لكم
انتوا جبتوا اعلى سكور في التصفيات، ولكن لازم تخلوا بالكم ان الخبره بيبقى ليها دور. طبعا صحيح. طبعا في خبره ايمان ومحمد علي مش سهله، فعشان كده حاولوا تبقوا هادين ومركزين من بدايه المباراه. اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. نحيي كلنا فريق الساعة. طبعا فريق الساعة بيضم هبة عاطف. هبة عاطف، ازيك يا هبة؟ الحمد لله. كله كويس؟ الحمد لله. الموسم اللي فات كنت فريق البوصلة. صح. المرة دي الساعة. هي ساعة، احنا فريق الساعة يعني ثواني ودقايق. عجبك الاسم الساعة؟ جدا. احكي لي بقى عملت ايه في لبنان؟ انا رحت في لبنان بيروت، اتكلمت هناك في مهرجان كبير اسمه مهرجان الإضافة. مهرجان الإضافة؟ أيوة. كويس. ادوني وشاح وميدالية. وشاح وميدالية؟ أيوة. اللي كرمني وزيرة الثقافة سابقة الناس عبد الدايم ورئيس المهرجان سام سعد. هاي برافو عليك. انبسطتي هناك؟ جدا. بلد جميلة جدا. بلد جميلة فعلا. طبعا المدير الفني لفريق الساعة فاز بالموسم الثالث لعبقرة الأصحاب شيماء جاد الرب. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك مستر عصام؟ هنا في كاس وهنا في كاسين. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. شيماء احكي لي عن ردود الأفعال بعد فوزكو بالموسم ده. يعني ردود أفعال كلها إيجابية، كل الناس، كل أصحابي، كل أهلي، كل الناس مبسوطة بيا، لانه انا كان الحلم ده بالنسبه لي بقاله كتير، بس هما كانوا فاكريني بهزر يعني. لما خدت الكاس قالوا لي لا انت كنت واخده الموضوع بجد. قلت لهم انا كنتش داخله اهزر. انتوا فريق الحقيقه المفروض نسميكم التعالب، يعني تاخدوا الاسم ده. قعدتوا تتسحبوا لغايه ما خطفتوا الكاس. بالظبط. لا ومش جايه لوحدك، كمان معاك عبد الرحمن. كمان عبد الرحمن جاي يشجعني. جاي يشجعك طبعا. يعني شايفين مدير فني ومعاها كمان مدرب عام. جاهزة الماتش النهاردة؟ إن شاء الله. نحيي كلنا المدير الفني شيماء جاد الرب وفريق الساعة. المباراة الأولى العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثاني، خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هو الفريق الفائز بالموسم الأول من برنامج العباقرة أصحاب؟ إيمان محمد. البؤساء. البؤساء حصلوا على اللقب بدون هزيمة، 970 نقطة. إجابات صحيحة إيمان محمد. طبعا البؤساء إجابة صحيحة. الموسم ده في سؤال السرعة هنسأل على أبطالنا، أبطال برنامج العباقرة على مدار الثمان سنين اللي فاتوا. كان عندنا أبطال، عندنا عائلات، عندنا أصحاب، عندنا مدارس، عندنا جامعات، ولازم الحقيقة نفتكرهم ونفتكر إنجازاتهم خلال السنوات اللي فاتت. إمام محمد، مين اللي بتدي الأول؟ هم يفضل. الساعة هتبتدوا الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم خمس مجالات: جغرافيا، تاريخ، 50-50، أدب وعلوم. فريق الساعة إمتى شكر؟ مع هبة عاطف. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: تقع جزيرة نيجروس بإحدى دول جنوب شرق آسيا، فما هي؟ مساحتها 12710 كيلومتر مربع، فيها مزارع سكر ومراكز لطحن السكر. في 2022 بلغ الإنتاج حوالي 1,700,000 طن. خالد إبراهيم، أول إجابة لفريق الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم.
إجابتك. إندونيسيا. إجابة خاطئة. مش إندونيسيا. محمد علي. تخمين الفلبين. طبعا أنت من الموسم اللي فات عندك تخمينات عجيبة جدا وبتطلع صح. الموسم ده هتعمل إيه مش عارف. صح إن شاء الله. الفلبين إجابة صحيحة. محمد علي باشا وتخميناته 10. التعالب الساعة طار منهم أول سؤال، سؤال الجغرافيا. التعالب إمتى جوكر؟ مع محمود إن شاء الله. مع محمود خالد إن شاء الله. جغرافيا والسؤال هو في أي من البحار الرئيسية يصب نهر وادي سيبوس؟ طول النهر 110 كيلومتر. بينبع من جبال، بس مش هقول لكم جبال ايه. إيمان محمد إجابتك. البحر الأسود. البحر الأسود. بعيد جدا. إجابة خاطئة. النهر ده في دولة عربية. رضا بحر ايه؟ البحر الابيض المتوسط. رضا سيد البحر الابيض المتوسط. اجابة صحيحة. بينبع من جبال اطلس وبيزود مدينة عنابة بالماء. 10-10. وسؤال في التاريخ لفريق الساعة. تاريخ والسؤال. جرو هارلم برونتلاند هي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة بإحدى الدول الإسكندنافية عام 1981، فما هي؟ اتولت المنصب ثلاث فترات. كانت الأول وزيرة البيئة لمدة سنتين. بعد استقالة رئيس الوزراء تم تعيينها كأول امرأة تتولى المنصب في الدولة. خالد خد البصر من عبلة. الدنمارك. الدنمارك. وعندنا المدير الفني شيماء والمدرب العام عبد الرحمن بيسقفوا. ولما هم بيسقفوا أعمل أنا إيه بقى؟ صح. إجابة خاطئة. احنا هنروح نسحب منهم الكاس. محمد علي دخلنا اول السويد. محمد علي باشا السويد. إجابة خاطئة. جت سليمة المرة دي. طيب عندنا 4 اختيارات بزائد 10 وناقص 5. النرويج، فنلندا، ايسلندا، استونيا. تاني أصغر رئيس وزراء في تاريخ الدولة. النرويج. كان عندها 42 سنة في أول مرة اتولد فيها المنصب. رضا ليه بتاخدي الريسك؟ ليه يا رضا؟ انت في حياتك كده على طول بتاخدي الريسك؟ مش دايما. رضا ناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط. إجابة صحيحة. فعلا هي النرويج يا رضا. يا محظوظة ما تاخديش الريسك تاني أرجوك. النتيجة 20 الساعة 10 التعالب. تعالب عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال. من هو قائد الجيش الأمريكي في معركة مونموث ضد بريطانيا عام 1778؟ في 28 مايو خلال حرب الاستقلال الأمريكية في نيو جيرسي. بريطانيا كانت بتحاول تضم فيلادلفيا، فعملوا ايه بقى؟ سحبوا القوات ومشوا. فالجيش الأمريكي هجم عليهم في نيو جيرسي فانسحبوا. إن شاء الله جورج واشنطن.
جورج واشنطن رئيس يا محمد، أول رئيس لأمريكا، قائد عسكري. هو التاريخ يعني، هو اللي كان ليه النصيب الأسد في تحرير بريطانيا. لا مش هتعرف تقنعني محمد علي باشا. إجابة صحيحة فعلا جورج واشنطن، برافو عليك يا محمد، لأنك بتفكر. النتيجة اتغيرت 20-20، مباراة نارية من بدايتها. ده اللي أنا توقعته، الخبرة قصاد فريق تألق في التصفيات، عشان كده الخبرة والطموح وجها إلى وجه في المباراة الأولى للعباقرة قادرون باختلاف الموسم الثاني. دلوقتي عندنا سؤالين 50-50، شيماء وأسامة، أسامة وشيماء اتفضلوا، ومعاكم محمود وهبة، هبة ومحمود. أول سؤال لهبة، وطبعا زي ما احنا عارفين ان فريق الساعة قرروا ان الجوكر يبقى مع هبة. هبة ازيك يا هبة؟ الحمد لله. احكي لي اخبار شغلك ايه؟ انا اعمل ايه تاني عشان حسنك فيك المتحف؟ لا اجي المتحف، انا عايزة رقم حضرتك يعني. حاضر، وبعد كده هجيلك المتحف اي يوم يا حضرتك عايز. طيب ممكن نخلص الموسم ده وبعد كده اجيلك؟ ما عنديش مانع، بس ما ننساش. لا مش هنسى، بس نخلص الموسم ده، عشان انت عارف الموسم ده بيبقى صعب وبيبقى منافساته قوية وماتشاته تقيلة، فنخلص الموسم ده واجي ازور. انا قلتها وهقولها تاني. اتفضلي. انا احنا الساعة بالدقيقة والثانية، احنا اللي في الفاينل ان شاء الله. يا نهار ابيض ان شاء الله. ده يعني ثقة غير عادية، تحذير شديد اللهجة مش للتعالب بس، ل15 فريق تاني. بالظبط كده. بص الحقيقه انتوا تألقتوا في التصفيات ومعاكم مدير فني قوي ومعاكم مدرب عام قوي، فانا اتوقع منكم ان انتوا توصلوا لمكان كويس في الموسم ده. خلينا نشوف، بس مبدئيا تعالي نحل السؤال اللي جاي. يلا فريق الساعه دوسوا على البازر. 50-50 والسؤال هو، في أي قارة تقع غابات الأمازون؟ أمريكا الجنوبية. لا وبيسقفولك، أمشي أنا أروح بقى. أمريكا الجنوبية بـ20 نقطة، طبعاً إجابة صحيحة. بتخزن ما بين 90-140 مليار طن من الكربون، وده بيساعد على استقرار المناخ العالمي. رئة العالم 40، فريق الساعة 20 التعالب. محمود خالد، ازيك يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ كويس. انت عملت كويس في التصفيات، برافو عليك. مين اللي كان بيعملك التصفيات لما جيت الاستوديو هنا؟ فاكر اسمها؟ فاكر ولاء؟ ايوه فاكر. فاكر ولا؟ ايوه. قالت لي انك شاطر جدا. ايوه حصل. حصل فعلا؟ ايوه. طيب بقول لك ايه بقى؟ عايزين ال20 نقطه الجايين دول، ان فريق التعالب هياخد الجوكر. انت جاي مع باباك ومامتك؟ ايوه. طيب تحب تقول لهم ايه؟ وشكرهم على حلوه الكامبي، وشكرهم الكامبي بينابك. انت بتشكرهم من قلبك على وقوفهم جنبك. هذه وقوف الكامبي. واحنا كمان بنشكرهم معاك. أجمل أب وأحن أم. جاهز؟ جاهز. دوس على البزر. 50-50 والسؤال هو، ما هي الدولة العربية التي تحد مصر من جهة الجنوب؟ السودان. دوس على البزر. إجابتك السودان. السودان. أنت بتذاكر الخريطة؟ بتعرف مصر فين والبلاد فين وبتركز في الخريطة كويس؟ ايوه. برافو عليك. طيب لو قلنا السودان تحت، جنب مصر الناحية التانية في ايه؟ من الغرب. الغرب ليبيا. برافو عليك. طبعا تستحق محمود ال20 نقطة، إجابة صحيحة.
طول حدود مصر مع السودان 1273 كيلومتر. طبعا نحيي كلنا محمود وهبة، هبة ومحمود، ونشكر الدكتور أسامة البديوي والدكتورة شيماء جاد الرب. دكاترة قصاد بعض بقى، النتيجة اتغيرت، تعادل التعالب 40، الساعة 40. الساعة عندكم سؤال في الأدب، أدب والسؤال هو: أديب روسي مؤلف مسرحية بستان الكرز، فمن هو؟ بستان الكرز، باتشاري أورتشارد. أول عرض لها كان سنة 1904 على مسرح في أيرلندا. بتتكلم عن عيلة. ثانية يا رضا، في الثانية العشرين. دوستويفسكي. دوستويفسكي، إجابة خاطئة. عن عيلة غرقت في ديون، فالأم بتجبر ابنها إن هو يبيع بستان الكرز بتاعها. محمد علي باشا، إجابتك. إن شاء الله تحمينا أقول تشخوف. تشخوف؟ لا، وإيمان بتسقف على أساس إنك عارفة. صح. محمد علي باشا، إجابة صحيحة. تشخوف، أنتون تشخوف هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك. 50 التعالب، 40 الساعة. التعالب، أدب والسؤال. صحفي وأديب مصري راحل مؤلف كتاب حكايات هائمة، فمن هو؟ سؤال مش سهل، سؤال مش سهل. 12/2015 بيحكي فيها عن أبرز وأغرب الكتب والروايات اللي قراها. 5 ثواني، يعني أنا لازم أزعق؟ بوظوا أعصابي كده. خلاص، محمد علي وصلاح مفيش حوار. الكلمة كلمة إيمان، إجابتك. محمد حسنين هيكل. محمد حسنين هيكل الأستاذ. يا إيمان، إجابة خاطئة. سؤال مش سهل، يا ترى تعرفوا ترجعوا العشر نقط ولا لا؟ رضا، إجابتك. أحمد رجب. أحمد رجب، إجابة خاطئة. كان مراسل حربي في حرب أكتوبر. 4 اختيارات: إبراهيم أصلان، محمود البدوي، جمال الغيطاني، سعد مكاوي. مؤلف رواية الزيني بركات. الغيطاني. جمال الغيطاني، برافو عليكي، إجابة صحيحة. رجعت السؤال وخطفت منكو البصر. أيوة، تأخرت يا إيمان. 10 نقط. 50 الساعة، 50 التعالب. آخر سؤالين في الفقرة علوم، أو السؤال الساعة علوم والسؤال هو: دولة جزرية في إفريقيا هي الموطن الأصلي لحرباء بارسن، فما هي؟ من أضخم أنواع الحرابي، وزنها حوالي 700 جرام وطولها بيصل ل70 سنتيمتر. ثانية، السؤال ده أنا في رأيي إنه سهل، أصلها دولة جزرية وإفريقيا، مش صعبة، ممكن تبقى إيه؟ غينيا بيساو. غينيا بيساو، طبعاً إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أخد إجابة حالاً. من مين؟ من إيمان. هنقول زامبيا. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5، مين اللي هيخطف البزر؟ ساو تومي وبرنسيب، الرأس الأخضر، مدغشقر،
جزر القمر. مدغشقر. مدغشقر طبعا يا محمود، اول 10 نقط ليك اجابه صحيحه. هي فعلا مدغشقر. 10 نقط. الثعالب 60، الساعه 50. كل الاسئله اتجاوبت لحد دلوقتي. السؤال الاخير نشوف هيتجاوب ولا لا. تعالب يا رب. علوم والسؤالهم. اطلقت وكاله الفضاء الاوروبيه مسبار جوس لاستكشاف احد كواكب المجموعه الشمسيه اوائل عام 2023، فما هو؟ انطلق 14 ابريل من فرنسا، بيعمل بالطاقه الشمسيه، بتكلفه حوالي مليار و800 مليون دولار. ايمان محمد اجابتك؟ نبتون. اجابه خاطئه. فرصه بقى تتعادلوا. عبله. المريخ. المريخ اجابه خاطئه. متوقع ان يستغرق 8 سنوات للوصول للكوكب ده. اربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5: عطارد، اورانوس، المشترى، زحل. مصطفى طه. اورانوس. هارد لك. ناقص 5 نقط. اجابه خاطئه. اول سؤال ما يتجاوبش في الحلقه النتيجة اتغيرت. 45 الساعة، 60 التعالب. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 105 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 210 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعاية